احنا هذا المشكل اللي وقع لينا وقع لينا من شحال هذه. عندنا هذا المشكل مع الاخ ديالي قبل ما يتزوج. دابا حنا الاخ ديالي قبل ما يتزوج عندنا مع هذا المشكل، كان الوالد داكشي وكانت الوالده كان كيسكر وكيخرجنا وكيتعدى على الوالده اللي حليها السنان ديالها وكلشي. كنت كندير ليه التنازل وكنت كنصبر كنقول راه خويا وداكشي. فاش تزوج جاب واحد المراه من واحد البلاصه هي عندها شي بليه ولا ما عرفتش شنو عندها، ملي كتكون مقطوعه كتبقى تسب فينا. حنا ما عارفينش، حنا ملي كتكون كتسبنا حنا ما كنصبروش. بعد المرات انا كنصبر واختي الاخرى ما كتصبرش، كتبقى تعاير لي الطاسينه ديالنا وكلشي، ما كتسكتش ما كتخليناش نعسو. حنا انا مشيت دويت معاه في الاول، دويت معاه في الاول حيت هي عامين وهنا هذا المشكل اللي جات هذه المراه. بعد ما جات هذه المراه قلت لها ودي دوي مع مرتك العام الاول، فاش يلاه جابها الثاني فاش يلاه جابها، ما بغاش السيد حتى 2020. هذا دابا 2020 وليت كندوي معاه صافي كيجي كيسكر كيريب عليا الدار هو وياها. دابا فاش مؤخرا هي دابا ولات حامله كتصيفطو، كتبقى تصيفطو لينا بحال هكا. كل مره كتجي كتقول لي سير دبز مع البنات، كتشدو من واحد البوان فيبل ديالو كتقول لي الا ما ضربتيش مع البنات راه ما غاديش نهضر معاك انا، راه غنجمع انا حوايج وغادي نمشي للبلاد. وهو ملي كيخاف تمشي للبلاد كيبقى يدير معانا بحال هكا، كيبقى يخرجنا ويريب بحال هو البارح ريب لينا واحد القفي بقى كيضرب فيه، وشافو جارنا بقى كيضرب فيه حتى درس داك القفل ما بقاش خدام لينا. مشيت شديت 50 درهم عند واحد جارنا مول الطاكسي الله يرحم ليه الوالدين، هو اللي عطاني ديك 50 درهم عطاها لاختي. صايبنا القفل وقف عليا المعلم قال لي عطيني فلوس القفل انا ما عنديش، حتى انا ما خداماش هاد الايام، اختي اللي خدامه بوحدها. عطيتو الفلوس ديال القفل ما عندي كي ندير ليه. ناض اليوم شرب وكيهدد فينا نفس المشكل اليوم عاوتاني كيهدد فينا. حنا خارجين انا دابا ما عندنا فين نمشيو، خرجنا كنمشيو غير عند الناس عند صحاباتنا كنطلبوا الناس باش يبيتونا. ريت ما يدار شي حل في هذا الشيء. وانا دابا عندي هاد التصويره ديال يدي فاش تعرضت للضرب ديالو، ضربني في داري انا كنتضرب ونتهان في وسط داري وليني ما كاينش اللي كيجيب ليا حقي. كنمشي كنشكي كنعيا ما ندير به الشكايات ما كياخذوش ليا حقي، ما كاينش اللي يدوي معاه. دابا هادي يدي انا هادي هي انا كنتعرض ديما للعنف، انا ديما كنتعرض للعنف. في 2006 2006 كنضربني بالموس تنازلت ليه كنقول راه خويا هذا تنازلت ليه بالحق ما دار معاه حتى شي واحد شي حاجه، خلاو القضيه حتى ولا كيجي عندي بزاف تيقول لي دابا انا مؤخرا كيقول لي ودي راه انا راه البوليس ما كيديروا لي والو، انا واخد راحتي البوليس راه ما كيديروا معايا حتى شي حاجه، انا هو اللي ما عرفت شكون. هذا الشيء اللي كيقول لي مؤخرا ولا كيدير معايا هذا الشيء، هذا الشيء اللي كيقول لي كيقول لي انا راجل ما غاديش ندخل الحبس. وانا عيد كندور في الشماشه تما كنمشي من الكوميساريه ديال لابيرغولا لينز كنطلع حتى وليت كحله بالشمس، وما كاينش اللي خدا لي حقي ما كاينش اللي داها فيا. الا مشاو هما لا كيتعاملوا مزيان انا لا مشيت ما كنتعاملش مزيان. كنمشي ندور دابا داروا معايا نهار اثنين اللي قالوا لي نشوف نهار اثنين اش غيديروا معايا. حنا راه السيمانه هذه وكثر كندخلوا للدار بحال الضيوف كنجلسوا شويه كيجي عاوتاني هو ومرتو كيسبوا فينا وكيعايروا فينا كيهرسوا علينا البيبان وهرسينا البلافور ديالنا كنخرجوا ثاني كنخافوا كنخرجوا. علاش كنخافوا؟ تنقولوا انا راه الا مشيت توقع عليا شي حاجه شكون اللي غادي يبقى مع اختي؟ تنقول اللهم هو كيشرب وما كيعقلش، اللهم نخرج انايا باش ما يكونش واحد في القبر ويكون واحد في الحبس. وعنده واحد الكلب مشيت عند القايد قال المقدم سير قول لي حيد الكلب المقدم ما عرفت شنو دار واش قالها لي واش خايف منه الله اعلم، حيت المقدم باقي صغير في العمر ما قال والو. دويت مع المقدم طفى عليا التليفون ودابا ما داروا معاه حتى شي حاجه والكلب بقى تما. وبعض الجيران بعضهم ماشي كلهم كيجي كتوقف حدا مول الحانوت كيقول لك الكلاب ديالكم مصدعينا، والكلاب ماشي ديالنا انا واختي، الكلب راه ديالو هو، ما كاينش اللي يقدر يدوي معاه، ما كاينش اللي يقدر يقول لي حيد لي الكلب، ما كاينش اللي يقدر يقول لي حتى شي حاجه حتى شي حاجه في الدرب، ما كاينش يدوي معاه. داك الكلب مصدعنا ومصدع كاع الناس ولكن ما كاينش اللي يمشي معايا عند القايد ويديروا حتى هما كيما درت انا، حتى هما يتشكوا بداك الكلب اللي دارنا، ما كاينش اللي يدير بحال هكا، كلشي ساكت كلشي ضرب الطم كلشي عاجبو الحال، وحنا اللي واكلين الدق حنا اللي خارجين من دارنا، هو ساكن بوحدو وحنا ساكنين بوحدنا، علاش حنا نخرجوا؟ علاش كيخرجونا؟ تيقول لك المرأة باغا هكا، المرأة ما خصكمش تسبوها، المرأة ما خصكمش تحقروها، حنا ما حقريهاش ما كنسبوهاش، عندها شي بلية الله يعفو عليها، عندها البلية ديالها الله يعفو عليها، ما كنسبوهاش ما كنحقروهاش. في الأول كانت كتجي كتدفع الباب وتدخل عندنا، حنا ما قادينش على المرأة ديالي، وصراحة لا أنا مريضة أنا ما قاداش عليها، والطبيعة ديالي أنا مسالمة ما كنضر مع حد ما كنتعدى على حد، كندوي بلاتي هي أحسن، بلاتي هي أحسن، هي ما بغاتهاش، كتحل البيبان وكتبقى تهز علينا العصا. في الأول فاش جات تصرات بزاف. في هذه الحالة دابا بقينا كنشوفوا الله يدير لنا شي تاويل الخير، وكنتمناو من غير كنتمناو غير من وكيل الملك ديال المحكمه الابتدائيه ديال زكان الله يجازيه بخير يدير معنا شي حل، حيت هذا المشكل ديالنا ما يمكنش الجيران يدخلوا فيه. واخا هما كاينين شي حوايج بساطين خلاو خويا يتصر، واخا هكاك ما كيدافعوش على حقهم على ذاك الكلب اللي مبرص الدنيا، وليني غير يدافعوا غير انا بغيت غير وكيل الملك يدير معنا غير شي حل، حيت هذا المشكل ديالنا ما يمكنش الجيران يدخلوا فيه، ما يمكنش. خصنا حنا البوليس هما المخصصين، الوكيل هو اللي ياخذ لينا حقنا. بغيت غير يتعاقب على هذا الشيء اللي كيدير لنا كيجري علينا من دارنا،
وكيضربني دابا شوف يدي. انا كنت كنخدم بها بحال هكا، كنتعرض لهذا الشيء. الناس كيقولوا راه خوك على الشيطان خوك، اي خويا، ولاني انا ملي كيضربني بحال هكا الا هرس لي الضلوع ديالي هرس لي يدي باش غادي نخدم، راه خويا ولاني راه يدي اللي سبقه لي باش غادي نخدم. غايجلس هو معيش مرتو، الناس كيعطوه فابور واكل شارب فابور، كاينين الناس كيتضامنوا معاه. واش الناس كيتضامنوا معاه علاش؟ واش الناس كيتضامنوا مع المجرم؟ ملي كدوي انت كيقول لك سكوت راه خوكم هذاك خوكم هذاك، وراه مخرج ده الزقه. داك النهار مخرج ده بنتنا عند واحد المراه درنا عزمه حنا ثقه، قلنا ثقه ساعه هي كتدخل علينا الرجال، وبقيت جالسه في فم الباب الليل كله كنتسنى يصبح الحال باش نمشي بحالاتي. وداك الرعب ديما كتعيش في داك الرعب، كتخرج من دارك، علاش كنخرجوا من دارنا؟ علاش حنا كاين القانون في هاد البلاد ياخذوا لينا حقنا؟ حتى حنا نرجعوا للدار ديالنا معززين مكرمين، الدار ماشي ديالو، كون كانت الدار ديالو نخرجوا اليوم قبل غدا، حيت دارو من حقه، كون كان كاري لينا غنخرجوا، ولكن حنا ما كاريش لينا لا هو ولا مرتو، حنا ساكنين في دار با، النهار يبغيو حقهم ولا شي حاجة ها المحكمة، يمشيو للمحكمة يدفعوا دعوات للقسمة ديال الورد، نقسموا الدار ما عندي حتى شي مشكل، باغيين يبيعوا مرحبا باغيين يقسموا مرحبا، ولاني باش يجريو علينا انا واختي هذا الشيء راه ما كنقبلوش. فين غادي نمشي نقلب على شي راجل يجي يكري ليا؟ انا الفساد ماشي من طبيعتي، ماشي من الاخلاق ديالي وما مقتنعش به، ماشي من الضمير ديالي، ماشي توقع ليا شي. راه سنين وحنا صابرين، راه 34 دابا في عمري، سنين وانا صابره معاه، تضربت بالموس، قال مشى عند الجيران قال لهم اختي كتفسد، وواحد الراجل داير الحياه الثانيه انا ما غاديش نذكر انا سميتو، مشى كيقول لهم هي راه اختو كتفسد، واحد السباق قال لهم هي راه اختو كتفسد، وفين عارفين انا كنفسد؟ وبقى فيا الحال ديك الساعات، بقى فيا الحال، بقى فيا الحال بزاف، صبرت صبرت، ماشي حيت انا دابا كنقول انا راسي مزيانه وكل شيء، كاع عندنا الاخطاء، ولكن انا الفساد وخرج عن الطريق ما عنديش في الدم ديالي، واخا هما كيحكروا عليا باش داك النهار دويت معاه قال لي كون كان رجال في الدار كاع ما نوصلوا لهذا المواصل. دابا كاين شي خوك تيقول لك هاد الهضره هادي، كل كانوا رجال في الدار كاع ما نوصلوا هاد، واش بغاني انا ندخل الرجال ندوي مع مرتو؟ قول لها علاش انت كتقولي ايوا كنا دلي كتجيبي الرجال؟ قالت لي مرتو هكا بفمك وكتجيبي الرجال كاع ما يتهجموا عليكم، ما يتهجم عليكم حقركم حيت نتوما جوج بنات، وفين غادي نجيب لي انا هاد الراجل؟ فين انا؟ راه كون بغيت هاد الطريق كون انا خرجت ليها، كل شي وحده كون خرجت لهاد الطريق، ولاني ماشي من الاخلاق ديالي انا، ما خليت ما درت، كندافع على حقي كنطلب حقي، بغيتو غير يتعاقد الكلمه الاخيره ديالي، بغيت المخزن ياخذ ليا حقي، الحبس الدال بحال هاد الناس هادو، خصوصا هاد الجرائم اللي كيداروا ضد الاصول، خلي كاع شي واحد الجريمه كيما بغات تكون، ولكن ضد الاصول اختك باك امك هادو اولى باش الواحد يتعاقب عليهم الى تعدى عليهم. لحقاش فين غنمشيو حنا؟ حنا دمو فين غنمشيو؟ هاد المراه هادي كتقولي جري على خواتاتك وخصو يجري علينا، خصو يخرجنا من الزقه. هاد المراه جات غير من البارح دابا دارت فينا هاد الحاله، انا كون عرفت هاد الشيء ما كنتش غنوقف معاه يتزوج، كنت غنسحب، وقفت معاه ما خليت ما درت معاه باش يكون راجل، ساعه هو رد ليا خيري بحال هكا، عمري ما درت ليها شي حاجه وما نقدرش انا ناديها. الدار ديالها معزوله، الدار ديالنا حنا معزوله، اختي اصلا اختي ما كتهضرش، اختي مسكينه ما كتهضرش، يعني عيبها بعيد، حنا بيناتنا غير ديك الماكله. انا كنقول ليه حط الفلوس ديال الضو، حط النصيب ديالك، وشحال من مره خلصت ليه النصيب ديالو هو ومرتو، علاش على ديك عليك على ديك تفرعوني ديالو؟ تيقولوا لي حنا راه ما غاديش نعطيو الفلوس ديال الضو، تنقول صافي غادي غير الضرب معنا وخرجنا من الدار، اللهم نخلص داك الضو على قلبي ونسكت، ولكن ملي توصل فيا ديك المستوى ديال انه كيضربني في داري، كنتهان في داري وناكل العصا في داري، بقى فيا الحال، يعني نكون في الدار ديال شي واحد ما يديرش ليا بحال هكا، علاش انا يضربني في داري؟ هادشي اللي بقى فيا الحال. واش انا في دوله الحق والقانون اللي تيقولوا؟ انا في المغرب دابا كيقولوا دوله الحق والقانون والمؤسسات وكل شيء، الله يرحم الوالدين، حنا هذا المشكل ماشي ديال الجيران اللي غيفكوه لينا، ماشي القايد اللي غيدخل فيه، حيت ماشي داك الشيء سميتو، ولا سميتو ديالو غير حيد لي داك الكذب من تما صافي، هو راه المشكل ديال الضرب والرجوع هادشي ديال المخزن. بغيت وكيل الملك في المحكمه ديال النزكان ياخذ ليا حقي، حيت في الاول فاش درت سميتو المحضر تحفظات ليا الشكايه، قالوا ليا ما عنديش دليل، وفاش دفعت واحد السيديه قالوا ليا دابا نهرتني. انا بغيت غير هاد السيدي تسجن ياخذوا ليا حقي، يمشي للحبس يتربى على هاد الشيء اللي دار ليا، حيت كيقول ليا انت اللي درتها لك ما ندخلش عليك الحبس، ومرتي انا كنخاف حيت مرتي الا درت ليها شي حاجه غندخل الحبس، انت الا درت لك اللي درت لك ما غندخلش الحبس. والرساله ديالي للناس اللي كيتضامنوا معاه، خويا راه انا خويا هذاك، راه كون كان ولد الناس وكون كان كيستحق الخير كون انا درت فيه الخير، ما غاديش نخليه. راه الناس اللي كيتضامنوا معاه راه بحال كيشجعوه على الظلم ديالو، الناس اللي كيعطوه هو عنده دراع ويمشي، انا كنخدم على راسي اختي كتخدم على راسها، هو كيمشي كيهددهم في المارشي كان كيهددهم شحال هادي، ودابا ولاو كيعطيوه الخضره وكل شيء. راه كاع الناس اللي كيتضامنوا معاه واللي كيتضامنوا مع مرتو كيشجعوه على الظلم، وكاع الناس راه عندهم بناتهم وكاع الناس راه عندهم راسهم، نيت لواحد كيشجع الاخر على الظلم، راه كيجي واحد النهار حتى هو كيتعرض للظلم كيلقى كاع الناس
مع هذاك الظالم اللي ظلمو وكيتصدم علاش، حيت هو كان كيوقف واحد اليوم من الايام كيوقف مع واحد الانسان كيدير الظلم وكل شيء. هو الناس عارفينه فسميتو، عارفينه كاع الناس واش كيتعدى علينا، كاع الناس عارفينه. ولاني انا الرساله ديالي للناس راه هاد السيده دا راه معدي علينا ومرتو راه معدي علينا، ماشي حنا كنتصنعوا ولا كنكذبوا. بعض العيالات كيقولوا لي راه مرتو غير بنت الناس، راه غير بنت الناس وجات عندكم. واش بنت الناس دير فينا هاد الحاله؟ راه هاد القضيه راه معروفه، راه المراه الا كانت مزيانه كتخلي الراجل يهبط شي شويه، يهبط شويه الكواري ديالو. الا كانت خايبه كتخلي داك الراجل يطلع. وكانت بنت الناس غتقول لي خواتاتك هادوك ما تخرجهم من الزقه، عندي معاها شي مشكل غادي نفكوها انا وياها غير بالمفاهمه، ما تسبش ليا والديا، ما غاديش نرضى انا شي مره تجي تسبني. هاد الشيء اللي انا بغيت كتجي كتهز العصا وكتطلع كتبغي حتى هي دير داكشي اللي كيدير، كتهود علينا من السطاع. علاش كتهبط علينا للدار كدير داكشي اللي كيدير هو، داكشي اللي لقاتو كيدير، كيقول ما راه كنعطيهم العصا حتى هي كتبغي تعطينا العصا. ودابا انا هادشي اللي انا كندافع على حقي، بغيت غير هاد السيده هذا يتربى، ما بغيت حتى حاجه فوق هاد الدنيا، بغيت غير يتربى، بغيت غير يدخل الحبس، هادشي اللي بغيت.